لدي سؤالان. السؤال الأول: هل من آليات مقترحة لتطبيق هذه التوصيات والقرارات اللي طلعت بها القمة في ظل الفرقة العربية الحاصلة وفي ظل العدوان المستمر على غزة؟ وهل وضعتم تصور أو سيناريو للمضي أبعد لتطبيق قرارات اقتصادية أو مقاطعة اقتصادية أو سميها ما؟ والسؤال الثاني: بحسب العلاقات المتميزة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، هل تم من جانبكم اتصال بالإدارة الأمريكية مباشرة للضغط على إسرائيل؟ وشكرا جزيلا. بالنسبة لآلية، أنا أتفق معك، يعني احنا تكلمنا فيها او تكلموا فيها القادة اليوم في موضوع آلية ومراجعة هذا الموضوع، واحنا بنستمر في ان نبذل جهدنا ان يكون في آلية، ولكن مهم نشوف اخواننا في الكويت لما نروح كيف حيكون يعني وجهة نظرهم في هذا الموضوع. بالنسبة للسؤال الثاني، ايش؟ امريكا. اي نعم، والله احنا صحيح عندنا علاقات مع امريكا جيدة، لكن يعني ما اعتقد انها يعني علاقات ستؤدي لوقف اسرائيل عن العدوان، ولا اعتقد يعني احنا دولة مؤثرة لهذه الدرجة على امريكا. اعتقد في دول ممكن تأثر اكثر، اذا اجتهدنا سوا ممكن نأثر اكبر واكثر في هذا الموضوع، وانه يكون في موقف موحد علني وغير علني، وهذه هي نقطة مهمة في العمل العربي. يجب أن يكون موقفنا العلني هو ما سنقوم فيه في الخفاء، وإلا لا نعلن للناس شيء ولا نخليهم يتهمون بالكذب. سامي زيدان، قناة الجزيرة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله. لو تسمح لي أسأل سؤالي بالإنجليزي. I'd like to ask my question in English. Otherwise you'll lose your job. Let's hope not. The demands of the final communique seem to be taking Arab demands to a new level that we haven't heard. مطالب البيان الختامي يذهب بالمطالب العربية لأبعد من ذلك. هل هذا بسبب غياب العرب الدول العربية المعتدلة المستمر؟ والسؤال الثاني هو إذا and the 10 the 11 points made is not accepted إذا فيما لو لم يتم الموافقة عليها في القمة العربية في الكويت، هل الدول التي التقت في الدوحة هنا اليوم سوف تقوم بتنفيذ الخطوات التي احتواها البيان؟ نعم، اتفقت جميع القادة أنهم سوف يأخذون هذه المطالب كرأينا، ولكن كي تكون أكثر مرونة وديمقراطيين نحن مستعدين للسماع. أنا لست متأكدا عندما تقول أن هذا المسف أن الشخص العادي في الشارع أنه يحترمنا إذا ما قمنا بفعل أقل من ذلك. هذا هو رأينا وهذا ما تم التفاوض والنقش عليه، ولا يمكننا القول أن هناك دولة معتدلة أكثر من نصف الدول أو معظمهم ليست هي في دول محور للشر، وأغلبهم كما يسمى أنهم أصدقاء للولايات المتحدة. نحن نعتبر أنفسنا دولة صديقة للولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني أننا دولة معتدلة أو أننا سوف نقبل كل ما يقوله أصدقاؤنا عن معنى دولة معتدلة، لأن ذلك لا يمكن قبوله أصلا. وأعتقد أننا إذا ما رجعنا إلى التاريخ فإن تاريخ الولايات المتحدة أو تاريخ أوروبا، ورأينا الحروب التي تم خلقها أو دخول فيها هي كانت بسبب هذه الأمور. وأنا أتمنى أن يدرك الإسرائيليون أن يتعلمون من المذبحة التي كانت موجهة ضدهم، لأن وما حدث إليهم هناك، وعليهم ألا يكرروا مثل تلك التجربة في غزة مهما كان هناك السبب. وإذا كانهم يعتقدون أنه تم إذلالهم في المحركة الألمانية أو ما يسمى المحركة النازية ضد اليهود، فعليهم أن لا يقوموا بعمل ذلك. وإذا ما قاموا بهذا ضد الفلسطيني اليوم، عليهم أن يكونوا واقعيين. القوة ليست هي الطريق الصحيح لحل المشاكل. حتى لو ذهبت إلى الحرب وكسبت تلك الحرب، حتى
ولا يحل المشاكل إلا الجلوس إلى الطاولة والتفاوض، وهذه هي الشرعية وهذا ما يجب عليهم أن يفعلوه. ما يقلقني أن الإسرائيليين لا أو القيادة الإسرائيلية لا تفكر ولا جزء من، لأنهم هم في سباق الانتخابات، وهؤلاء القادة سوف يلومون أنفسهم أمام الانتخابات لأنهم سوف يكرر من هو سيقود دولة إسرائيل في إسرائيل بعد الانتهاء من حرب غزة. ولكن هذا الغضب أو هذه الغل الكراهية في المنطقة سوف جميعنا نعاني وندفع ثمن ذلك ما لم يكونوا عقلاء، ونحن نحاول أن نجد حلا ونعطي الشعب حقوقه ونعطي الناس هؤلاء الناس حقوقهم. نحن لا نطلب شيئا من إسرائيل. قبل 30 عاما هنا كان هناك أناس لا يريدون إسرائيل على الخريطة، هناك أناس يقبلون حلا لدولتين حل سلمي، ولكن هناك أطراف في إسرائيل ما زالت تعتقد أن عليهم أن يفعلوا المزيد، وهذا ليس مقبولا بالنسبة لهم. السؤال الثاني. Thank you. My second question, please, about whether the الثاني فيما الدول التي التقت هنا سوف تقوم بتنفيذ التوصيات التي توصلتم إليها إذا لم يوافقوا عليها في الكويت غدا. هذه ليست توصياتنا، هي توصيات ورغبات القادة وبعد المفاوضات، وهو إعلان من قبل القادة. نحن سنأخذها وسوف ندافع عنها بطريقة حضارية مع إخواننا وأشقائنا، ولنرى ماذا سوف يحصل من النتائج. محطة NBN اللبنانية. مساء الخير دكتور. أهلين. سؤالي هو ليس موجه ضد العرب، ولكن سؤال يطرح نفسه اليوم. تحدثتم منذ قليل عن اكتمال النصاب وعدم اكتمال النصاب لعقد هذه القمة والاتصالات هذه لما تروق الأحوال إن شاء الله. هذه قصة طويلة عريضة. نعم نعم يعني. وأمير قطر مضحكة للأسف. والشيخ حمد تحدث في خطابه الأخير عن هذا الموضوع، يعني كان له موقف أربع مرات نوصل النصاب وفجأة ينسحب واحد، لأنه قبل كانوا يفكرون ما في نصاب، بعدين في نصاب. ما احنا كان عندنا نصاب من الاجتماع الوزاري الأولاني، لكن يعني دولة الرئيس كيف تعلق على هذا الكلام بأن السعودية حاولت بكل ما لها من إمكانيات ونفوذ مالي ومعنوي ومادي بالاشتراك مع بعض الدول لإفشال هذه القمة كي لا تخسر هذا الحضور على الساحة العربية، إن كان في لبنان أو في فلسطين؟ يعني بالفترة الماضية كان للسعودية دور كبير في هذه الدول وكان لها دور. اليوم البعض ينظر إلى أن قطر حصدت أو سحبت هذا الدور من السعودية كما حدث في لبنان في اتفاق الدوحة التي كان لقطر وأميرها دور كبير في هذا الموضوع، واليوم قطر تتوجه إلى غزة إلى فلسطين. كيف تعلق على هذا الموضوع أن السعودية حاولت بكل ما لديها من إمكانات ونفوذ مادي ومعنوي لإفشال قمة قطر من أجل عدم وصول قطر إلى هذه المرتبة إلى هذا المنصب؟ شكرا. أولا أنا ما زلت أعترف أن السعودية لها دور مهم ومؤثر في العالم العربي، ومثل ما ذكرت أنه قد يكون فيه هناك خلاف في وجهات النظر، ولكن هذا الخلاف محصور أنه ممكن عندنا رأي وعندهم رأي الإخوان، وأنه الرأيين مختلفين، لكن نسمع البعض نتكلم مع بعض. علاقاتنا مثل ما ذكرت لك، وحقيقة هذا مش مجاملة، علاقات ممتازة، ونحن حريصين على هذه العلاقات مع الإخوان في المملكة. أنا ما عندي علم باللي أنت تقوله أنه السعودية اتصلت الدول وكذا، ما يعني ما عندي علم بهذا الموضوع. مهند النداوي، قطر تريبيون. معالي رئيس الوزراء، وزير الخارجية السعودي اعتبر يوم أمس أن الدعوات لقمم مختلفة هي من باب التنافس الجيد لتحقيق الأفضل، فهل برأيكم أن التنافس مطلوب في هذه القضية؟ وهل حقق التنافس الذي تحدث عنه الوزير السعودي أي نتائج حتى الآن لمصلحة إيقاف المجزرة في غزة؟ أنا الحقيقة كنت مشغول، ما سمعت المؤتمر الصحفي للأمير سعود.